الحمد لله كان واحد الموسم استثنائي. اليوم الفريق لعبوا المقابله 61، مقابله 61 راه ما سهلاش، ما عمر شي فريق في المغرب لعب في عام 61 مقابله. الحمد لله راك شفتوا الاداء وشفتوا العطاء ديال الفريق. كنشكر الفريق، اللعابه، كنشكر كذلك الطاقم التقني والطاقم الطبي والطاقم اللي مكلف بالامور الادمنستراتيف. الحمد لله الفريق في واحد ظرف وجيز اللي كانوا مشاكل كثيره، يعني تمكن باش قلب الموازين. كنساليو السنه بجوج ديال الالقاب اللي هما القاب مهمه، سنوات وسنوات والرجاويين كيعينوا بحال هاد التتويجات هذول، كاس الكاف والكاس سوبر، وفي نفس الوقت كنتمكنوا باش نتاهلوا للسوبر، كنقول انا كنتاهلوا للتشامبيونز ليغ، وشحال هادي ما لعبنا التشامبيونز ليغ. وكان في نفس الوقت كنحاولوا نحافظوا على الركائز ديال الفريق ونزيدوا نعزوا في بعض الاماكن الخصاص باش تكون عندنا واحد الفرقه اللي غيمكن لها العام الجاي ان شاء الله تنافس على اللقب، تنافس على الشامبيونز ليغ، وتنافس كذلك على كاس العرب وعلى لا كوب دي ترول. ما يمكن لي غير نهني الاخوان واللعابه والاخوان المكتب اللي كيخدموا بالليل وبالنهار باش يحاولوا يردوا الرجاء في ذاك المكان ديالها، الا وهي خصها تلعب ديما على الشامبيونز ليغ عام ورا عام. ما نرجعوش على المشاكل اللي كانت كثيره، ما فكيناش كاع المشاكل. هذا الملعب كان مشدود تقريبا من شهر 12، هذا خلقنا واحد العجز مالي كبير اللي حاولنا مع الاخوان ومع لي سبونسور ديالنا ومع الاخوان اللي كيساندوا كيعاونوا الفريق باش واخا كاين هذا العجز وهذا المشكل المالي هذا باش نزيدوا القدام ونبقاو غاديين يعني في واحد الخط تصاعدي. الحمد لله دابا وصلنا لواحد المرحله، اللعابه خصهم يمشيو يرتاحوا، المكتب غيزيد يشتغل مع الطاقم التقني باش نزيدوا نعزوا الفريق ونوجدوا الفريق باش ان شاء الله نهار 8 في شهر 7 عاوتاني الفريق يتجمع وغنبداو لي بريباراسيون ديالنا ولا بريباراسيون ديالنا ولا كونسنتراسيون باش ان شاء الله الفريق يكون في يوم انطلاق البطوله وانطلاق تشامبيونز ليغ خص الفريق يكون جاهز 100% وان شاء الله يبقى غادي لقدام ويزيد يجيب لنا الالقاب ويجيب لنا لي تيتر ان شاء الله.